وصباح الفل على كل أبنائنا طلبة الثانوية العامة، صباح الفل على أولياء الأمور اللي بيسعوا وبينزلوا سنوات طويلة جدا عشان يأمنوا يعني حياة كويسة وحياة كريمة لهؤلاء الطلاب. كلنا شفنا ربما نتيجة الثانوية العامة، وكلنا شفنا إن النتيجة ظهرت، وإن يعني الوزير كلم أوائل الثانوية العامة، وشفنا أيضا مكتب التنسيق اللي شغال دلوقتي على قدم وساق علشان يعني يستقبل طلبات طلابنا في الثانوية العامة. كلنا ربما عدينا على هذه المرحلة، والدرس المستفاد هو أن أنت تبحث عن شغفك. يعني القمة مش كلية القمة، القمة هي المكان اللي أنت تبقى فيه فعلا على القمة. اكتب رغبتك بحرية مطلقة، شوف قدراتك وشوف مهاراتك هتبقى باينة ومناسبة مع أي كلية. ما تخليش أبدا حد يملي عليك رأيه أيا ما يكن، أيا ما يكن، خليك أنت صاحب القرار الوحيد وصاحب الاختيار الوحيد. ده هدفك، ده مستقبلك، ده قرارك أنت الوحيد اللي هتعرف تاخده. كل الكليات أنا عايزة أقول إنها مفتوحة قدامكم، خصوصا الكليات الجديدة اللي أنشأتها مصر وابتدت من خلالها إنها ترسخ لمفهوم عن التعليم الفني في مصر، مفهوم جديد أهميته في المستقبل. النوع ده من التعليم اللي بقينا بنهتم بيه وبنشجع عليه ولادنا هو إنهم يعني هيبقى لهم دور كبير جدا، هيقدروا يقدوه بعد تخرجهم، هيكون دور فاعل في التنمية، مش مجرد شهادة هتتعلق على الحيطة ويبقى معاك شهادة وانت قاعد في البيت بلا عمل. صحيح، الدولة المصرية من ربما يعني اهتمت بشكل كبير كمان أيضا بالتعليم الفني. الدولة المصرية أنشأت عدد كبير من عدة سنوات من المدارس المصرية التكنولوجية المتخصصة في عدد كبير جدا من الصناعات. ربما احنا حتى في صباح الخير يا مصر غطينا عدد من هذه المدارس، وشفنا ازاي هذه المدارس اتأثرت بمحيطها الجغرافي. يعني المحيط الجغرافي لو مثلا بيتكلم في مصانع خاصة بالثلاجات، فهتلاقي هذه المدارس خاصة ايضا بنفس الصناعة. الأمر أيضا أثر على التعليم العالي، هناك أيضا عدد كبير من الكليات التكنولوجية المتخصصة اللي أنشئت أيضا على مستوى المحافظات، واللي بتخدم برضو على ذات الصناعات المرتبطة بكل نطاق جغرافي. الفكرة إن الجامعة التكنولوجية دي فيها ميزة كبيرة جدا، ميزة إنها بتربط الطالب بسوق العمل مباشرة، كلية بتخلي الطالب يقدر يمارس التعليم بشكل عملي جوه بيئة العمل نفسها، ويقدر يستخدم وسائل تكنولوجية بتزوده بالخبرة علشان لما ينزل سوق العمل يبقى مش محتاج لسه يبتدي يتدرب. الجامعات التكنولوجية دي بتقدم برامج دراسية بتخدم الصناعة في كل منطقة جغرافية، زي مثلا صناعات المعدنية والخشبية والهندسية والإلكترونية والكهربائية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة والنقل، كل حاجة من دول حسب محيطها الجغرافي. يعني الكليات دي اتعملت علشان تخدم أبناء المناطق دي وأبناء المناطق الأخرى، ولكن معمولة في مكان معين علشان تخدم صناعة معينة بتشتهر فيها كمان المنطقة دي. عايزين نقول لحضراتكم وعايزين نقول لطلبتنا وأبنائنا في الثانوية العامة، كل هذه الكليات موجودة قدامك. سواء أنت في منطقة لها علاقة بصناعة معينة فهيبقى عندك اللي تقدر تختاره بشكل مرتبط بنطاقك الجغرافي ومرتبط أيضا بمحيطك اللي موجود حواليه. بنأكد مرة تانية، اختار الكلية المناسبة لمهاراتك، اختار الكلية المناسبة لقدراتك. اوعى تستنى ان حد يملي عليك رايه، انت اللي خليك سيد قرارك. ابحث عن شغفك، شغفك هو اللي هيوديك للمنطقه اللي انت هتنجح فيها. كل التوفيق لكل الخريجين من ابنائنا من طلاب الثانويه العامه، قدامكم رحله جديده على كل المستويات، على المستوى المهني، على المستوى الدراسي، على المستوى الانساني في الكليه والجامعه. الرحله دي هتحدد فيها مشوار حياتك العملية في المستقبل، الرحلة دي هتحدد فيها ملامح حياتك هتبقى عاملة ازاي. النهاردة في صباح الخير يا مصر هنتكلم بالتفصيل عن أبرز هذه الكليات وأهم ما ستقدمه الدولة المصرية أيضا من خدمات لطلاب الثانوية العامة في نطاقهم الجغرافي أو في محيطهم الخاص بالكليات الجديدة. بنصبح عليكم مرة تانية، انتظرونا على مدار الساعة هنقدم لكم كل هذه المعلومات. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم. صباح الخير يا مصر.